يا الله خلينا على كيف خاطر، وارحمني وسامحني وطهرني من كل ذنب. تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا رب استمع صلاتي وأنصت بحقك إلى طلبتي، استجب لي بعدلك ولا تدخل في محاكمة عبدك، فإنه لن يتزكى أمامك كل حي، لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل في الأرض حياتي وأجلسني في ظلمات مثل موتى منذ الدهر وأجر علي روحي واضطرب قلبي في داخلي. تذكرت الأيام القديمة، تهذت في كل أعمالك وتأملت في صنع يديك، بسطت إلي إليك نفسك كأرض لا تمطر. أسرع فاستجب لي يا رب، قد فنيت روحي، لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب. اجعلني في الغداة مستمع رحمتك، فأني عليك توكلت. عرفني يا رب الطريق الذي أسلك فيه، فإني لك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب، فإني قد لجأت إليك. علمني أن أعمل مرضاتك، لأنك أنت إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة. نجل اسمك يا رب تحييني، بعدك تخرج من الحزن نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي، لأني أنا عبدك. الله الرب ظهر لنا، مبارك الآتي باسم الرب. اعترفوا للرب وادعوا باسمه القدوس. الله الرب ظهر لنا، مبارك الآتي باسم الرب. كل الأمم أحاطت بي وباسم الرب قهرتها. الله الرب ظهر لنا، مبارك الآتي باسم الرب. من قبل الرب كانت هذه، وهي عجيبة في أعيننا. الله الرب ظهر لنا، مبارك الآتي باسم الرب. لنسعى الآن نحو أم الإله، نحن الخطاة بكل اجتهاد، ولنصرخ من أعماق النفس لها تائبين. يا سيدة تحناني، اعضدينا وأسرعي، فلقد هلكنا من كثرة الخطايا، فلا تخيب عبدك، لأنك أنت رجاؤنا وحدك. المجد للآب والابن والروح القدس. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك، وامنح عبيدك المؤمنين الغلبة على الشرير، واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك. الآن وكل أوان ولا دهر الداهرين. آمين. إننا يا أم الإله لا نصمت من الكلام بعظيم أعمالك، فمن سواك يقف شفيعا لنا، منقذا من الشدائد والضيقات الكثيرة، ومن كان يحفظنا معتقينا إلى الآن، فلن نبتعد عنك يا سيدة، لأنك تخلصيننا من صنوف الشدائد دائما. ارحمني يا الله بعظيم رحمتك، وكمثل كثرة رأفتك امحو مآثمي. اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني، فأني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت، والشر قدامك صنعت، لكي تصدق في أقوالك وتغلب في محاكمتك. هانذا بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك قد أحببت الحق ووضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضحني بالزوف فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظامي الذليلة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل مآثمي. قلبا نقيا أخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من أمام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك، وبروح رئاسي اعضدني، فأعلم الأثمة طرقك والكفرة إليك يرجعون. أنقذني من الدماء يا الله، إلها خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبحتك،
لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المتخشع والمتواضع لا يرذله الله. أصلح يا رب مسرتك صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك العجول. أيتها الفائق قدسها والدة لإله خلصينا من هول التجارب يا عذراء، لجنا إليك يا خلاصنا والرجاء، يا أم الكلمة نجينا من كل ضيق وشدة أو شقاء. أيتها الفائق قدسها والدة لإله خلصينا، آلام كثيرة يا فتاة تذيب النفوس بغزارة صدمات، فاهدينا السلام لكي نحظى عند ابنك وإلهك بالنجاة. المجد للآب والابن والروح القدس، ولدت المخلص ربك ينبينا بنوب مهلك، لأننا جنا يعذراء نصوت النفس والعقل مكي. الآن وكل آن وإلى دهر الدهرين آمين، ولدت الإله نبع الصلاح على فشمولينا بالعناية والسماح، ولتشفي النفوس والأجساد إذ قد أصيبت جميعها بالجراح. أيتها الفائق قدسها والدة لله خلصينا، إننا جعلناك شفيعة يا عذراء، دبرينا وارشدينا، أنت لنا المينا وأنت سترنا ونبع كل صلاح، ولك تسمحنا الدائم والثناء. أيتها الفائق قدسها والدة لله خلصينا، يا عذراء إليك نبتهل، شتتي عنا الاضطراب النفساني مع الكآبة، ذلك أنك ولدت رب السلام، يا من حزني وحدك ملء الطاقتي. المجد للآب والابن والروح القدس، يا من أنجبت حلة الصالحات بكل إحسانا غنيا أنجدي وأسرعي، فأنت قادرة على جميع مشيتي يا أم المسيح القدير والمبدع. الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين، بأمراض خطيرة وألم نمتحن، فنجينا يا عذراء من كافة المحن، نعرف أنك يا عديمة العيب كنز للأشفية لا يفني الزمان. خلصي عبيدك من الشدائد يا والدة الليلة، لأننا كلنا بعد الله إليك نلتجئ، بما أنك سور لا ينصديع وشفيعا. إلى شقائي أجساد أصاب، واشفي أوجاع نفوسنا. ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. كيرياليسون. وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا وكل إخوتنا في المسيح. يا رب ارحم. وأيضا نطلب الرحمة والحياة والسلامة والعافية والخلاص والافتقاد لعبيد الله جميع المسيحيين الحسنين العبادة الأرثوذكسيين
الساكنين في هذه المدينة المتغربين معنا مع أبناء رعيتنا والذين يصلون معنا من منازلهم كي يرحمهم الرب الإله ويوفق كل أمورهم ويدفع عنهم كل مرض وكل شدة ويحميهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين لأنهم ملتجئون إلى عظم غنى رحمتك. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون لأنك إله رحيم ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا أم الإله السور الذي لا يقهر ينبوع المراحم وملجأ العالمين لك دوما نهتف إذ أنت الشفيعة الحارة المستجيبة بسرعة فأنقذي شعبك من الضيق. أيتها الفاق قدس والدة الإله خلصينا يا عروس إلهنا ربنا المدبر لحياتنا هدينا وآلامنا وسكن عاصف زلاتنا. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا امنحينا حنوك نحن اللاجئين بشوق نحوك يا من ولدتنا مع الحنان منقذ الذين يمدحونك. المجد للأب والابن والروح القدس تمتعنا بمن الله منك يا من طهرك فايح شذا فنسبحك شاكرين عارفين أنك أم الإله الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. أحرزناك حبل النجاة والسور المنيع الرجاء والثبات فننجو من كل محنة ولك تسبحنا والترنيمة إبرايا ثيوتك سوسونيما سوعي بالفؤاد كل بهجة يا طهور لنا منك الأفراح بلا فساد يا من ولدت المخلص علة السرور. أيتها الفاق قدسها والدة الإله خلصينا من كل بلاء تنقذنا نائبة يا من ولدت مانحنا الفداء وهو سلام يفوق تصور العقول. المجد للآب والابن والروح القدس يا عروس الله الباهية يا أم النور ردي عنا الظلام نحن خطى يا من ولدت الضياء الذي قبل الدهور الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. أبري النفوس من أسقامها بنصرتك وافتقدنا دوما لكي ندوم كل أمواج التجارب بشفاعتك. أيتها الفاق قدسها والدة الإله خلصينا أعدائي. أيتها الأم العذراء يلحقون بأضرارا رديئة فإلى ربك وابنك صلي أن ينجيني دافع عن الأضرار فهو الذي بموته على الموت قد حقق الانتصار. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا نلقاك وقاء وشفيعة ومزلة صنوف التجارب فعن حياتنا كن دفاعا ورد عنا احتيال الأبلسة وخلصينا يا بتول من جميع الآلام المدنسة. المجد للأب والابن والروح القدس نلقاك حصنا وسورا للنجاة وافتقادا في الضيقات كبيرا وبأنوارك نفرح دوما يا من غدوت خاص كل الأنام فخلصينا يا عذراء
من صنوف الشدائد والألام. تنين كأيك استوسعون استنعون النامين أمسينا منطرحين في الأمراض وأسادنا لا تلقى شفاء. يا من ولات الإله المخلص من قد أزال جميع أسقامنا إليك الآن نبتهل. أبينا من هول أمراضنا خلصي عبيدك من الشدائد يا والدة الإله لأننا كلنا بعد الله إليك نلتجئ بما أنك سور لا ينصدع وشفيع. بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. كيرياليسون. وأيضا نطلب من أجل أبينا وبتياركنا يوحنا وكل إخوتنا في المسيح. يا رب ارحم. وأيضا نطلب الرحمة والحياة والسلامة والعافية والخلاص والافتقاد لعبيد الله جميع المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين الساكنين في هذه المدينة المتغربين عنها مع أبناء رعيتنا المباركة والذين يصلون معنا من منازلهم كي يرحمهم رب الإله ويوفق كل أمورهم ويدفع عنهم كل مرض وكل شدة ويحميهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين لأنهم ملتجئون إلى عظم غنى رحمتك. كيرياليسون. لأنك إله رحيم ومحب للبشر وإليك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا شفيعة المسيحين غير الخازية الوسيطة لدى الخالق غير المردودة لا تعرضي عن أصوات طالباتنا نحن الخطأ بل تداركينا بالمعونة بما أنك صالحة نحن الصارخين نحوك بإيمان بادري إلى الشفاعة واسرعي في الطالبة يا والدة لله المتشفعة دائما بمكرميك. منذ شبابي أهواء كثيرة تحاربني لكن أنت يا مخلصي اعضدني وخلصني. يا مبغضي صهيون أخزوا من تجاه الرب
رب لأنكم ستصيرون جافين كالعشب اليابس أمام النار. يا مبغضي سهيون اخزوا من تجاه الرب لأنكم ستصيرون جافين كالعشب اليابس أمام النار. المجد للآب والابن والروح القدوس، بالروح القدوس كل نفس تحيا وتسمو بالطهر لامعا. بوحدانية الثالوث بحال خفية قدسية. أنا كل وان وإلى دهر الدائرين آمين. بالروح القدس تفيض ساق النعمة ومجاريها فتروي البرايا بأسرها بالحياة المحيية. سأذكر اسمك في كل جيل وجيل، سأذكر اسمك في كل جيل وجيل. اسمعي أيتها البنت وانظري واميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك، فيشتهي الملك حسنك في كل جيل وجيل. فاذكر اسمك. نجزي أن كنا مستحقين لسماع قراءة الإنجيل المقدس، إلى الرب إلهنا نطلب. كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون. الحكمة لننتصب ولنسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب المجد لك. للنصاغ في تلك الأيام قامت مريم وذهبت مسرعة إلى الجبل إلى مدينة يهوذا، ودخلت إلى بيت زخريا وسلمت على إليصابات. فعندما سمعت إليصابات سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها، وامتلأت إليصابات من الروح القدوس، فصاحت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك، من أين لهذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فإنه عندما بلغ سلامك إلى أذني ارتكض الجنين ابتهاج في بطني، فطوبى للتي آمنت أن سيتم ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى تواضع أمته، فها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال، لأن القدير صنع بعظائم وقدوس اسمه. ومكثت مريم عندها نحو ثلاثة أشهر، ثم عادت إلى بيتها. مجد لك يا رب المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدوس، أيها الآب والكلمة
والروح ثالوث في وحدانية. امحو كثرة خطايانا وزلاتنا الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين بشفاعة والدة الإله طالباتها. أيها الإله الرحيم امحو كثرة خطايانا زلاتنا يا رحيم. ارحمني يا الله بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رافاتك. امحو ماثمي أيتها السيدة يا ذات كل قداسة. ليس لنا في البشر من شفاعة تضاهي شفاعتك وإليك جئنا. فاقبلي الابتهال من عبيدك المحزونين وغير القادرين على ضربات الأباليس. نحتار أين نلتجئ نحن الأشقياء المحاربين. سيدة العالم لا تعرضي عن طالباتنا بل امنحينا الموافقات. فأنت رجاؤنا ليس أحد يسارع إليك ويمضي خازيا من قبلك. أيتها البتول النقية أم الإله لكن يطلب نعمة فينال الموهبة بحسب ما يوافق طلبتها. يا والدة الإله العذراء أنت سلوة المحزونين وشفية السقما. فخلصي شعبك ومدينتك يا سلامة المحاربين وأمنا وهدوءا للممطرين عليهم وشفيعة المؤمنين وحدك. خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك وافتقد علمك بالرحمة والرأفة وارفع شأن المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين. أرسل علينا مراحمك الغنية العظمى بشفاعات الكليات الطهارة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتوليات مريم بقوة الصليب الكريم المحيي حامي هذه الكنيسة المقدسة وحامي هذه الرعية المباركة بطلبات القوات السماوية المكرمة العادمة الأجساد النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان القديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح آبائنا القديسين معلمي المسكونة رؤساء الكهنة العظام باسيليوس الكبير غريغوريوس ثيولوجوس يوحنا الذهبي الفم أبينا القديس نيكولاوس رئيس أساقفة ميرا العجائبي القديسين الصديقين وكيما وحنا جدي المسيح إله القديس الشهيد إفليبوس والشهيد والقديس نيف رئيس ساقفة القسطنطينية اللذين نقيم لتذكارهما الشريف عيدا مباركا وجميع قديسيك. نتضرع إليك أيها الرب الجزيل الرحمة فاستجب لنا نحن الطالبين إليك وارحمنا. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب.
برحمة ورفات ابنك الوحيد ومحبتي للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس والصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا لما شئت أن تأتي لتدبير خلاصنا يا مخلص حللت في البتول مبينا إياها للأنام شفيعة مبارك أنت يا إله بينا. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا يا أم النقية منك ولد الرب مريد الرحمة نجينا بطلبتك من دنس النفوس مؤمنين وصائمين مبارك أنت يا إله بينا. المجد للآب والابن والروح القدس والدتك صارت كنز كل خلاص ونبعا للخلود وبابا إلى التوبة وقلعة منيعة لجميع المرتلين مبارك أنت يا إله بينا الآن وكل آن وإلى دهر الدائرين. آمين. يا أم الإله من ولدت المسيح الذي خلصنا كوني لنا شفاء أجسادا ونفوسا من جميع أمراضنا فنحن معتصمون بسترك الإله. أيتها الفائق قدسها وجهة الإله خلصينا يا عذراء إليك يعلو الدعاء ما لدينا سواك رجاء نرفع إليك نشايد المديح إبراهي أثيوتك سوسوني ما سيعذراء منك يفيض الشفاء للذين رجوك وجاءوا يعلون الميلاد العجيب بالتسبيح المجد للآب والابن والروح القدوس أنت تشفينا أمراض النفس الحزينة وأوجاع الأجساد المسكينة فلك تمجيدنا يا أم المسيح الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. إذ تطودينا عنف الأهواء المهينة ترنيمات الثنا تسمعينا فاقبلي دعاء إيماننا الصحيح. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا لا ترفض البكاء أمنا العذراء يا من ولدت المسيح الرب يسوع وعن خدودنا كلنا كفكف الدموع. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا غدوت يوم النور مصدر السرور فاملأ القلب هناء يا بتول عنا مزيلة حمل الخطيئة المهول. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا لا كن الميناء أمنا العذراء واحمي من جاءوا إليك ملتجين وكن الستر والسور والملجأ الأمين. المجد للآب والابن والروح القدوس بالنور تضينا كل المخبرين بحق أنك والدة لله عنهم تقصين بعيدا الجهل والسفاء الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. كثيرا تذللنا تهنا وحللنا أرض الشقاء والذلة والأسقاء فدينا أرض الشفاء يا بهجة الأنام بواسطة
يجب الاستهال حقا نغبط والدة لله الدائمة الطوبة البارية من كل العيوب أم إلهنا يا من هي أكرم من الشراب وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة لله إياك نعظم مجدك يفوق حد الكمال أنت في الأنوار شمس ما لها من مثال منقذة آدم وسيدة العالم إليك تسابيح التكريم والإجلال يا ذات الكمال في القديسين أمسينا حزانا بالخطايا مدنسين أجساد سقيمة ونفوس عقيمة فأنت يا عينينا رجال يائسين يا أم الخلاص يا سيدة اقبل ابتهالا وصلاة مرددا لتشفعي فينا غير المستحق إلى ابنك مولودك يا ممجدا أم الله ذات كل ثناء نرفع إليك تسابيح قلوبنا فلرب الخالق اشفعي مع السابق وكل القديسين أن يرعف بنا لتصمد شفاه ذوي الغرور غير الساجدين لأيقونتك الوقور وبها اهتدينا إذ أطلت علينا كتحفة من لوقا الإنجيل الطهور يا كل الأجناد السماوين وسابق الرب مع الرسل المكرمين والأم العذراء وكل الأصفياء تهيلوا من أجل خلاص المؤمنين قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر خطايانا يا سيد تجاوز سيئاتنا يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم المجد لله ابن روح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين أبانا الذي في السماوات يتقسمك يأتي ملكوتك لتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض تبز الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما أترك نحن لمن لنا عليه لا تجلب لكن نجنا من الشر لأن لك الملك والقدرة المجد إلى الأب ولمروح الآن وكل أوان وإلى الداهرين آمين ارحمنا يا رب ارحمنا لأننا متحدثون
تحيرون عن كل جواب. هذا التضرق لك نحو الخرائي والسيد فارحمنا. للاب والابن والروح القدس ارحم يا رب، لأن عليك اتكلنا، فلا تسخط علينا جدا ولا تذكر أسامنا، لكن انظر الآن بأنك المتحن وانقذنا من أعدائنا، لأنك أنت إلهنا ونحن شعبك وكلنا صنع يديك وباسمك ندعى الآن وكل أوان ولدهر الداهرين آمين. مفتحيل أنا باب التحنن يا والدة الإله مباركة، فإننا باتكالنا عليك لا نخيب، وبك ننجو من كل شدائد، لأنك أنت خلاص لجنس المسيحي. بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. كيريا ليسون وإذا نطلب من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسية. يا رب ارحم. وإذا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا وكل إخوتنا في المسيح. كيريا ليسون. وأيضا نطلب الرحمة والحياة والسلامة والعافية والخلاص والافتقاد لعبيد الله جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين الساكنين في هذه المدينة والمتغربين مع أبناء رعيتنا المباركة والذين يصلون معنا من منازلهم المباركة، كي يرحمهم الرب الإله ويوفق كل أمورهم ويدفع عنهم كل مرض وكل شدة ويحميهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين، لأنهم ملتجئون إلى عظم غنى رحمتك. كيريا ليسون. من أجل أن ينحسر هذا المرض الوبائي ومن أجل شفاء المرضى وسند وعدد الكوادر الطبية والخدمية، كي يرحمهم الرب الإله ويوفقهم إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل هذه الكنيسة المقدسة وجميع الأديرة والمدن والقرى والأديرة والذين يصلون معنا في هذه الكنيسة المقدسة، وأرجو حفظ هذه الكنيسة المقدسة وجميع الأديرة والمدن والقرى من الوجوع والوباء والزلازل والغريق والحريق والسيل، مغارات القبائل الغريبة والحروب الأهلية والموت الفجائي، ومن أجل أن يكون إلهنا الصالح محب البشر شفوقا رؤوفا متعطفا ليصرف ويبعد عنا كل رزق يثور علينا وينقذنا من وعيده العادل ويرحمنا. وأيضا نطلب من أجل أن يسمع الرب الإله صوت تضرعنا نحن الخطأ ويرحمنا. كيريا ليسون. استجبنا يا الله مخلصنا يا رجاء جميع أقاصي الأرض والذين في البحر بعيدا، كن غفورا لنا يا سيد، كن غافرا لخطايانا ورحمنا، لأنك إله رحيم ومحب للبشر، وإليك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر داهرين آمين. المجد لك أيها المسيح إلهنا يا رجاءنا، المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. يا رب ارحم باسم الرب بارك يا أب. أيها المسيح إلهنا الحقيقي بشفاعات أمك الكلية الطهارة والبريئة من كل عيب بقوة الصليب الكريم المحي، حامي هذه الكنيسة المقدسة وحامي هذه الرعية المباركة بطلبات القوات السماوية المكرمة العادمة الأساتذة توسلات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، القديسين المشرفين ورسل جدرينا بكل مديح، القديسين المجيدين الشهداء المتألقين بالظفر، أبائنا الأبرار المتوشحين بالله، القديسين صديقين جدي المسيح الإلهي وكيما وحنه، القديس الشهيد إمبيل
إفليمبوس الذي نقيم بتذكاره الشريف مع القديس نيفون بطريرك القسطنطينية الذي نقيم بتذكارهما الشريف عيدا مباركا وجميع قديسي ارحمنا وخلصنا بما أنك الإله الصالح المحب للبشر. بين القديسين يا رب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا آمين سلام مقبوله.